وبعدين معك. شو قصته هاد؟ كل يوم والتاني بنطلي لهون. باينتو ابن نعم، يا حسرة علي. امتى بدك تحسي فيه؟ اليوم آخر فرصة لإلك، يا هيك يا هيك. مرحبا ريحانة. عم قل لك مرحبا. المرحبا انقطعت بيناتنا من زمان. ما انقطع شيء، كله بيتصلح. اللي انكسر ما بيتصلح. ايه وأنا جاي لصلحه. أنت حكيت معي على الموبايل وقلت لك أنا مستحيل أرجع لك، بقى احمل حالك وامشي. ما راح أمشي قبل ما تسمعيني. شاكر هذا محل شغل. ايه طيب اطلعي معي نحكي برا. لا رح اطلع معك ولا رح احكي معك. اللي حاب يا بتطلعي معي من تم ساكت يا بعمل لك فضيحه بالمحل وبخليكي فرجها. جاييني سكران كمان؟ اطلعي معي بالتي هي احسن، رح اعد لثلاثه واذا ما بتطلعي بدي كسر المحل كله على راسي. واحد. بعد بعد. سعاد اجي محل الكيس. طلعت خير. وطي صوتك بلا فضايح. لك انت شو بدك مني؟ ما حشتك اللي عملته فيني؟ اذا بدك تكوني عصبيه ما رح نفهم. ليش مين قال لك اني انا بدي اتفاهم معك؟ نحن اتطلقنا وخلص، افهمنا بقى. تليفونات ممكن اتحملها، كمان تيجي على محل شغلي؟ إيه لو بتستقبلوني عندكم بالبيت كنت اجيت وبست ايدك وايد امك وابوكي واعتذرت. والله لو شعلت لي العشره، نحن اتطلقنا وخلص. انت اللي طلبت الطلاق، بعدين انا وقت وافقت وطلقتك كنت سكران مو دريان باللي عم يصير حوالي. وكيلك الله يا رحاب بعد ما فتت من الصدمة ما عاد تعرف الليل من نهار. المهم أنا صرت أعرف الليل من النهار. رحاب بتعرفي قديش بحبك، قديش قتلت الدنيا كلها لأخذتك. إيه وخبيت عني إنك بتشتغل يوم بتقعد عطال عشرة، لك بالأربع أشهر اللي عشناهم مع بعض، اشتغلت أسبوع على بعضه؟ كان جسمي تعبان. طبعاً، وقت اللي بدك تشرب صبح وظهر ومساء، وصبح وظهر ومساء بده يتعب جسمك وعقلك كمان. إيه وليكني هلا من شأنك بطلت المشروب، صار لي خمس أيام ما دقته، هذا معناته إنه خلص، خلصت منه. وانا خلصت منك، انت شوف حياتك وانا بشوف حياتي. لك بس انا تغيرت، رح اعطيني فرصه وجربيني. لك اخي انا ما عاد بدي اياك، لو طوبت لي الدنيا كلها. يعني مصره تزليني، مصره تنتقمي مني. انت عم بتزل حالك، انا رايحه على المحل. يا لهوي، بتعرفي اذا ما رجعتي لي ما رح خليكي تتهني بعيشتك، رح ضل فوق راسك لتموتي، واذا قرب رجال عليكي رح اقتلك وقتله. روح روح. يا لهوي، شو رايك تسوي هيك؟ لا دخلك. بدك تشوفينا وشا. أوه. أوه. يعني المرأة إذا بدك تتعرض لها أنا اللي بدي شوه لك وشك، فهمت؟ خليك ماسك لروح جيب الشرطة. خلاص خلاص أنا ماشي. سكران كمان؟ سكران مو عيان على حالة؟ من بكرة الصبح يا شاكر رح روح أشتكي عليك بالمخفر ولشوف إذا فيك تتعرض لي مرة تانية. يلا روح نضبي بيتك روح. سيك هاد.